إذا لنتابع مع المؤشرات الإماراتية، وسأبدأ طبعا من سوق دبي المالي. التراجعات التي شهدنا أو الارتفاعات اليوم اللي عم نشوفها، عم نشوفها ضمن أيضا قيم تداولات ضعيفة كالبارحة، عم نتحدث عن 227 مليون درهم إماراتي. القيم تتركز بشكل رئيسي 30 مليون منها على أعمار مولز، دبي الإسلامي، دماك، وغلف فاينانس هاوس أيضا من الأسهم النشطة اليوم. في الأكثر ربحية خلينا نشوف بداية غلف فاينانس هاوس، الارتفاعات عليه اليوم على ما يبدو أكثر نشاطا بالحجم، خلينا نشوف. إذا فعلا هو أكثر نشاطا بالحجم، وأكبر الرابحين ديبا، دريك أند سكال، أمانات، أيضا شعاع المدينة ودار التكافل أيضا من الأسهم المرتفعة. في حين قائمة الخاسرين فيها إمارات إم بي دي، الإمارات دبي الوطنية الخليجية للاستثمار، السلام، اكتتاب القبضة، ودبي باركس أند ريزورتس أيضا التي نشهد عليها أيضا تراجعات اليوم قوية. أعمار موز كانت مرتفعة، وأعمار أيضا مرتفعة بحوالي 14 النقطة المئوية. لنتابع الآن مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية، تراجعات بحوالي 14 النقطة المئوية. السوق اليوم كانت أيضا في نشاط الأبرز، لنتابع مع أسهم الأكثر نشاطا، الأسهم يعني القائمة الكلاسيكية، إشراق العقارية، الدار العقارية، دانا غاز، وأيضا الواحة، ومنازل أيضا من الأسهم التي كانت نشطة اليوم، ومنازل مرتفعة سعريا على كل. اسمنت الخليج من الاكثر ربحيه في سوق ابو ظبي، اركان وسيراميك راس الخيمه ايضا مرتفعه بحوالي نقطتين و19 نقطه المئويه. ابو ظبي التجاري كان عليه خسائر ب 6 و14، ابو ظبي الاسلامي ايضا متراجع بنقطه و18، وميثاق ايضا متراجع بحوالي النقطه و17 النقطه المئويه. لنناقش هذا الموضوع ونفصل فيه قليلا مع فادي الغطيس، وهو الرئيس التنفيذي لشركه ثينك للدراسات الماليه. مرحبا بك وشكرا لي وجودك معنا. فادي، بداية خلينا نشوف أو يمكن نفسر مع بعض أنا وياك قيمة التداولات الضعيفة في أسواق الإماراتية، ما السبب في ذلك؟ هذا الخوف يعني هالمرحلة من يمكن الارتباك، الترهب من دخول السوق، ما سببه وكيف لنا أن ننتهي منها؟ والله شوف، هي السؤال صعب صراحة، مش سهل. يمكن أنا أعتقد أنه يعني خلينا نقول نسأل السؤال بشكل مختلف شوي. هل فعليا ضعف التداول هل هو سلبي مع ثبات السوق بشكل أفقي؟ أنا أعتقد هو بالغالب ضعف التداول يصاحب نزول في السوق، هذا المتعارف عليه، بحيث أنه حالة البانيك، حالة الحساسية بتكون زايدة، أي نزول في السوق بيبدأ يتسارع بشكل عالي جدا، وممكن نشوف نقاط سفلى. لكن ثبات السوق تقريبا هلا له تقريبا شهر بنفس الحركه الافقيه البطيئه جدا، بشمعات صغيره جدا. احنا ما شهدنا بهاي الحركه الافقيه الضعيفه والطويله خلينا نقول الا من قبل الصعود الاخير ب 2013، يعني احنا من بعد الازمه طبعا ب 2009 تقريبا بدينا نتحرك بشكل افقي، ما رجعنا لهي الافقيه غير هلا بهي الافقيه الضعيفه. لكن ثبات السوق عند هاي النقاط مع هاي الضعف السيولة اللي ما شهدناها من فترة طويلة جدا، أعتقد هذا إيجابي، بمعنى أنه واضح أنه في دخول يعني منظم بحيث أنه يمنع أي نزول، لأنه زي ما قلت لك أي ضعف تداول هو بيصاحبه نزول في السوق. واضح أنه في عمليات تجميع ولو على نار هادية جدا في السوق. فنيا احنا اقترابنا كنا نتحرك بشكل افقي اقرب الى الايجابيه منها الى السلبيه، بمعنى انه احنا عندنا الخط الهابط الرئيسي اللي دخله السوق وما زال وحاول يختبر اختراقه اكثر من مره، حاول اختراقه تقريبا من شهر 4 2000 ومن شهر عفوا 9 2014، وهو يحاول يخترق هذا الخط اللي هو يشكل الضلع الاسفل من القناه الصاعده الرئيسيه، الضلع الاعلى عفوا من القناه الصاعده الهابطه الرئيسيه اللي دخلها السوق من شهر 9 2014. ويمكن انا ذكرتها اكثر مره وذكرتها بتحليلات على تويتر، هاي القناه الرئيسيه اللي هي حجمها كبير، احنا صرنا عند حافه هاي القناه الصاعده، وبدينا نقترب منها، كنا نتحرك بشكل افقي، وهذا العمليه الايجابيه. اي اختراق لهي القناه اعتقد حيبدا يشهد عمليه تفاؤل في السوق وعمليه الدخول من ناحيه المستثمرين والاطمئنان. لكن زي ما ذكرت، انا ما اعتقد، ويمكن ذكرتها معكم الاسبوع الماضي، ما اعتقد انه المحافظ تستغني عن التوزيعات،
توزيعات معظمها توزيعات جيدة، احنا نتكلم عن 6 و7 ومرات تصل الى 10% واكثر، فما اعتقد المحافظ انه تستغني عن هاي التوزيعات. معظم المحافظ تنتظر عمليات التوزيعات، بدأت كثير بدأنا نشوف عمليات توزيعات لكن ما شهد نزول بعدها كبير، يعني معظم البنوك تقريبا شهدت التوزيعات ومع هيك عندنا ثبات من ناحية هاي الشركات. فأعتقد بشكل عام أنه الإيجابية زي ما ذكر الحركة الأفقية ذات حجم تداول ضعيف هي حركة إيجابية أقرب منها أنها تكون سلبية. لكن نقاط السوق خلينا على أساس نفيد المشاهد من ناحية كنقاط فنية، صار عندنا نقاط 3830 إلى 40 نقاط أفقية تعد الأهم، يعني أهم نقاط مقاومة للسوق صارت عند 3840، بعدنا كانت عند 3950 وذكرناها وكانت قبلها عند فوق ال 4000، حاليا صارت عند 3830 إلى 40، ممكن يعني 50 لو ضعف عملية الصعود يعني أو استمرت الأفقية بهذا الشكل ممكن، لأنه خط هابط، لكن احنا نتكلم عن 3740 هاي نقاط المقاومة الرئيسية. في حالة اختراق هاي المقاومة أعتقد حنبدأ نشهد عملية دخول جيد، عملية صعود ذات حجم تداول أكبر، وحيكون عنده طبعا 4000 كمقاومة نفسية، بعدين نقاط أعلى، لكن أهم نقاط مقاومة حاليا عند السوق عند 3830 أو 40 زي ما ذكرنا. نقاط الدعم أصبحت عنده أول شيء 3700، بعد ما كانت هي كانت 3750، كسرت ال 3750 طبعا سلبية لكن كسرها بحجم تداول ضعيف وهو الأضعف من سنوات وبشكل أفقي واضح، فأعتقد مش ذات تأثير عالي. معظم المؤشرات تؤكد أو تعطي مؤشر تقريبا أنه هذا وقت دخول جيد على السوق. نقاط الدعم في حالة أنه كسر ال 3700 لن نبتعد، عندنا 3820 تقريبا 18 إلى 20 3618 اللي هي تشكل 38 فابوناتشي وهي تقريبا تعد من أهم النقاط في فابوناتشي عند هاي الفترة. شكرا جزيلا لك يا فادي على كل هذه المعلومات.